عدد الإجمالي 56 مترشحة ومترشح لحد هذه الساعة وهذه اللحظة. فيهم من بين هؤلاء يوجد 3 نساء و 53 رجل. هادو كلهم تقدموا بطلبات عادية متوفرة فيهم شروط بسيطة اللي طلبنا على 50,000 توقيع مثبت مع استكمال الملف المطلوب من طرف القانون. طلب الترشح فردي وشخصي ما يهمناش اسم الحزب اللي يرشحوه احنا، اسم الحزب يجندوا من بعد، من بعد ما يجيب الاستمارات يروح يتجند باسم الحزب. أما تقديم الملف يتقدم شخصي.